صباح الفل يا ست البنات. صلاح خير؟ وهيجي منين الخير وما واقفين لي في الحاجه اللي نفسي فيها؟ وانا مالي ومال الكلام ده؟ مالك ايه؟ هي مش ليلتي وليلتك؟ لا يا حبيبي، ليلتك انت لوحدك. قبل ما تيجي تتكلم معايا روح لاهلي وخلاص معايا. وعهد الله عملت كده، لفيت عليهم نفر نفر. ده انت اخواتك الاثنين جم حاولوا يمنعوني وعملت معاهم البدعه، بس شايفينك عاليه عليا. طب ما طبعا لازم يشوفوني عاليه عليك، ولا انت شايف غير كده؟ قطع لساني اللي يقول كده يا بنت. ده انت احلى حاجه فيك ان انت عاليه عليا. شوف بقى يا صلاح، اللي بيعوز حاجه وبيطولها بالسهل بيرخصها قدام نفسه وقدام الناس، انما لما الكل يقف قصاده عشان يوصل لها وبرده بيوصل لها، ساعتها بيعرف امتى الحاجه دي كويسه. وعهد الله انا ممكن اقطع الدنيا عشانك، بس اسمعها الاول. عايزاك يا صلاح. عايزاك يا صلاح. بيت امك يا صلاح. بس اثبت انك تقدر تعمله، وانا ساعتها هبقى بتاعتك لوحدك، ملكك، محدش هيقدر ياخدني منك تاني ابدا. جاهزه يا استاذه ايه؟ 3 2 1 هوا. صباح الخير، النهارده بدايه جديده ويوم جديد، يا رب تكون اجمل بدايه وتكون كل الاخبار كويسه لينا ولبلدنا. يا رب يا ميس، وتكون ايامنا كلها خير وسعاده. احنا النهارده معاكم لاول مره في برنامج جديد شبابك يا مصر، عندنا فقرات كتير واخبار حصريه وشكل جديد هنقدمه هنتفاعل مع بعض. ستوب. ايه رايك؟ شايف انها جامده وهتعلق مع الناس. لا، وبتعرف تخلي الكاميرا تحبها، ودي بقى حاجه مش هتلاقيها كتير. اي حد من طرفك بابا مغمض، وانت عارفه كده كويس. حبيبتي بوشي، ازيك؟ اتفرجتي؟ طبعا كنتي هايله. مستر سامر السعدي صاحب المحطه. اي غني عن التعريف طبعا. ثانك يو. يا رب اكون عجبتك. طبعا كنت لسه بقول لبوشي عجبتيني جدا. انت دارسه ايه يا ايه؟ هتفرق. بتهيألي أهم حاجة في الإعلام هي شخصية المذيع، وإنه يعرف يتواصل مع الناس كويس. أنا مش دارسة إعلام، بس بحبه أكتر من أي حد درسه. بس الدراسة مهمة برضه. أنا عارفة إن حضرتك مهندس كهرباء، ومع ذلك بتأسس أكبر مؤسسة في مصر، وليها فروع في كل العالم. ده اللي معروف عنه بس. إنما اللي مش معروف أكتر بكتير. عارفة عني كل حاجة أنتِ. بس أوعي تصدقي حاجة تقولها لك. يلا. I have to go. وهستنى الحلقة الزيرو، ولو بتقولي صح هيبان. باي باي باي. كلمني. طورت رقبتك وعواتك عن كل اللي فات، صح ولا ايه؟ طول عمري بيعجبني اللي بيكون قد توقعاتي، بس بيعجبني اكتر اللي بيعديها.